على كل هذا المشروع هذا اللي كنعتبروا انه مشروع ايجابي جدا ومشروع جوهري، وهو الاهتمام بالوضعيه الاجتماعيه للموظفين. وهكذا خلقنا روض الاطفال في كل من الرباط وفاس ومكناس وقلميم، والان نهيئ في الدار البيضاء وسنهيئ في مراكش في الاقرب الاجال، وذلك للاهتمام بابناء الموظفين والموظفات اللي غادي يستفدوا من هذه الخدمه هذه باتفاق مع مؤسسه التعليم الاولي. وانا اعتقد بانه كل ما قدمنا خدمات اجتماعيه للموظفين كلما كانت مساهمتهم في السير الاداري وفي وظيفتهم افضل. لذلك انا مسرور جدا واشعر بنشوه كبيره لنجاح هذا المشروع هذا، واننا مقبلين على مشاريع مماثله في كثير من المحاكم والمؤسسات. شكرا لكم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.